أخواني المؤمنين، أخواتي المؤمنات، أبارك لكم في هذه الأيام المناسبات العظيمة المباركة التي فيها فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في 24 من هذا الشهر المبارك، شهر ذي الحجة الحرام، مناسبة المباهلة لأهل البيت عليهم السلام ومناسبة التصدق بالخاتم من أمير المؤمنين وهو راكع. وفي 25 من هذا الشهر المبارك، شهر ذي الحجة الحرام، مناسبة نزول سورة هل أتى، سورة الإنسان، والتي أيضا فيها فضيلة لأهل البيت عليهم السلام فيما عرف بقصة إطعام الطعام، والتي كان أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهما السلام نذر أن يصوموا في مرض للإمام الحسن والحسين عليه السلام إن شفيا منه 3 أيام، فوفوا بنذرهم، فأنزل الله تعالى فيهم سورة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. المباهلة في يوم 24 مناسبة عطرة مباركة فيها باهل رسول الله صلى الله عليه وآله نصارى نجران بأهل بيته صلوات الله عليهم، خرج بفاطمة وعلي والحسن والحسين ليباهل نصارى نجران، ولما رآه الأسقف بتلك الحالة صاح في جمعه: والله إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن تزيل هذا الجبل من مكانه لأزاله، فلا تباهلوه واقبلوا منه بالجزية. فلم يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وآله خوفا من الغضب الإلهي. كما أن مناسبة التصدق بالخاتم من أمير المؤمنين سلام الله عليه قد طفحت بها الكتب، كتب الحديث والمرويات عند الفريقين، حيث تصدق بخاتمه وهو راكع، فأنزل الله على ذلك الفقير، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية تتلى إلى يوم الدين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.